في اليوم الثاني من أيام التشريق يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى إلى جانب جمرة العقبة الكبرى. بعد رمي الجمرات يغادر الحجاج المتعجلون منى قبل غروب الشمس ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع ويعرف باسم النفر الأول. أما الحجاج المتأخرون فيمضون ليلتهم في منى ويرمون الجمرات غدا في ثالث أيام التشريق ويعرف ذلك باسم النفر الثاني. حاسة بقى أنني انولدت النهاردة، الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضل، الحمد لله، رضا ربنا علينا. حج هذا العام كان أكثر انسيابية ولم يشهد زحاما كبيرا في موقع رمي الجمرات بسبب تشغيل الطوابق الأربع من جسر الجمرات، كما ساهم قطار المشاعر في تسهيل عملية تنقل الحجاج. القطار نقل 24% من الحجاج حسب تأكيدات وزارة الداخلية السعودية. وتتابع الأجهزة الأمنية السعودية حركة الحجاج من غرفة عمليات أعدت خصيصا لهذا الغرض. كاميرات المراقبة تسهم بشكل كبير في توجيه فرق التدخل نحو أماكن الزحام من أجل تسهيل حركة الحجاج ومراقبة أي طارئ قد يحدث. كما يبقى مشكل افتراش الحجاج الأرض هاجسا يؤرق رجال الأمن والحجاج على حد سواء بسبب كونه أحد أهم أسباب التزاحم. ما يحدث أحيانا من تجمعات ومن زيادة في هذه التجمعات تؤثر عليهم، الخطط لدينا مشددة على تحقيق عملية السلامة. مناسك حج بيت الله الحرام شارفت على نهايتها. ضيوف الرحمن على موعد مع طواف الوداع وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام قبل مغادرة مكة المكرمة والانتهاء من مناسك الحج.